مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. طائرة الزمالك تعود للتدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية. يد الزمالك في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد. الزمالك يدعم منتخب شباب اليد بخمس لاعبين في بطولة إفريقيا. الآن سلة الزمالك أمام الرياضي اللبناني في الودية الثانية. غدا شريف عثمان يبدأ مشواره بمنافسات رفع الأثقال في بارالمبياد باريس. عمر أرادة يمنح الأردن أول ذهبية في بارالمبياد باريس. ومن التقارير طائرة الزمالك جاهزة للتحليق نحو الألقاب. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهي النجمة والأسطورة فاطمة عمر، أسطورة بارالمبية في رفع الأثقال. وضيفتي اللي هتشرفني وتنورني النهاردة سلمى عبد الرازق لاعبة فريق يد الزمالك، وايضا النجمه منى الحناوي لاعبه فريق يد الزمالك. يعني طبعا كلنا عارفين ان بارالمبياد باريس 2024 شغاله دلوقتي. منافسات رفع الاثقال اللي احنا طول الوقت عاقدين عليهم امال كبيره جدا، وعندنا طول الوقت امل فيهم كبير جدا ان هم هيقدروا يحققوا لنا الميداليات الاولمبيه. طبعا منافساتهم المفروض بدات النهارده، شغالين على ده ومستنين ومتعشمين فيهم بشكل كبير جدا ان هم يقدروا يحصدوا ميداليات اولمبيه النهارده طبعا للدوله المصريه بالتاكيد. يعني شوية الناس عندها حالة من انه ايه، بعض الناس متصدر لها حالة من الاحباط انه لا اصل احنا ما قدرناش ان احنا نحقق ميداليات، ده الجزائر حققت والاردن وتونس ولسه مصر ما حققتش. احنا الالعاب اللي مرشحين فيها وبقوة لسه منافساتها بدأ النهاردة، مش معنى كده ان كل الالعاب اللي فاتت احنا يعني مش المفروض كنا نجيب فيها ميداليات بس مش مرشحين فيها بقوه. خلينا بس نبقى بنتكلم مع بعض على ارض الواقع. انت مركز اكتر في رفع الاثقال، كنت مركز في العاب القوه، كنت متعشم يمكن ما قدرناش نحقق في اول ايفنت في العاب القوه، ولكن تيالي لسه متبقي تاني في منافسات العاب القوه، ولكن التركيز الاكبر دايما في انك هتجيب ميداليات اولمبيه بيكون عن طريق العاب القوه. تنس الطاولة المفروض ان لحد الحلقة اللي فاتت يعني انا كنت متابعة ان تنس الطاولة وصل ربع نهائي، مش عارفة الطايرة جلوس وصلوا نص نهائي، كل الحاجات دي هنتابعها مع بعض طبعا خلال الحلقة، هنعرف الناس وصلوا لحد فين. ولكن الاكتر او اللي انت بتعشم فيه اكتر هو رفع الاثقال، معنى كده انه هنشوف تنس الطاولة الطايرة جلوس، لو في ايفنتات تانية في العاب القوة انت برضو عندك امل انك تخطف حاجة في الالعاب دي. يعني خلينا نشوف، يمكن بكرة ان شاء الله هنشارك بالقوة الضربة للبعثة المصرية، هما طبعا رحاب رضوان وشريف عثمان ومحمد المنياوي، واللي ان شاء الله الامل كبير عليهم قوي، احنا متعشمين فيهم بشكل كبير جدا جدا. بتمنى من المسؤولين اللي موجودين مع البعثة المصرية انهم يحاولوا يرفعوا الضغط عن اللاعبين، لازم يرفعوا عنهم الضغط شوية، احنا بيبقى عندنا امل كبير قوي قوي على البارالمبياد
لان زي ما قلت التاريخ والانجازات والارقام وكل حاجه بتقول ان الناس دول على مر التاريخ بيجيبوا ميداليات محترمه. في كل بعثه اولمبيه بيجيبوا ميداليات محترمه جدا جدا. البعثه المصريه لحد دلوقتي ما حققتش ولا ميداليه. ده اكيد بيشكل ضغط على الناس اللي موجوده هناك. بيشكل عليهم ضغط، سواء بقى اللي لعبوا اللي لسه ما لعبوش، الموضوع ده اكيد بيشكل عليهم ضغط. احنا بنطالب المسؤولين هناك ان هم يرفعوا من عليهم الضغط. وانا عارفه دايما ان ابطالنا ابطال القدرات الخاصه دول يعني عندهم اراده وعزيمه وتحدي، هم طول الوقت بيبقوا يعني هم بيتحدوا كل الصعاب كل المستحيل. هتلاقيهم طول الوقت الناس دي مهما كان كم الضغوطات هم قدها وقدود، هم بيعرفوا يشيلوا الضغط ده من عليهم، هم بيعرفوا يحولوا الضغط لشيء ايجابي مش سلبي. ولكن دور المسؤولين هناك ان هم يحاولوا يرفعوا عنهم الضغط بشكل كبير. سوشيال ميديا بطالبهم، هم يعني في بعض الاخبار المحبطه انا بطالب بس السوشيال ميديا ان احنا نهدى على الناس دي شويه ويعني رأفة بيهم شويه ونهدى كده، لانه اكيد الحاجات المحبطه اللي بتكون ساعات من بعض الناس على السوشيال ميديا واللي هم برضو هو من عشمهم، هو من عشمهم ليه؟ لان دايما ابطال القدرات الخاصه معليين سقف طموحاتنا قوي طول الوقت، هم معليين سقف طموحاتنا قوي. انت مستنيهم يحققوا الانجازات اللي هم حدش يعرف يحققها غيرهم، مستنيهم انهم يعملوا انجازات غير مسبوقه، لان هم طول الوقت كده. ارقامهم على مر البعثات الاولمبيه طبعا على مر التاريخ، ارقامهم وميدالياتهم وانجازاتهم كل حاجه مع الناس دي بتقول كده. فده بيخلي الناس عند على السوشيال ميديا متعشمه بشكل كبير جدا فيهم، هم رافعين سقف طموحاتهم بشكل كبير. فهتلاقيهم طول الوقت يقول لك ده احنا لحد دلوقتي ما حققناش ولا ميداليه، ده احنا لحد دلوقتي عندنا مشكله وكذا دوله من الدول العربيه قدرت تحقق واحنا لسه ما حققناش، ده مش عارفه ايه ده. معلش انا متفهمه زي ما انا زيكم عندي سقف طموحاتي عالي قوي مع الناس دي، عالي قوي مع ابطالنا ابطال القدرات الخاصه، هم اللي عاملين فينا كده، هم اللي دايما معلين سقف طموحاتنا. بس واحده واحده وخلينا نكون داعمين ليهم على قد ما نقدر، وان شاء الله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه باذن الله او الايام اللي جايه يقدروا يحققوا ميداليات. الدوره دي فيها اختلاف، فيها اختلاف لازم برضو كل الناس تبقى عارفاها. يمكن بطلتنا والاسطوره طبعا فاطمه عمر بطله رفع الاثقال اللي هي الاصابه منعتها طبعا برغم انها تاهلت، بس يعني الإصابة مخليها أعلنت الاعتزال إنها ما تكونش موجودة في الدورة دي. قالت إن في ناس كتير بطلت وأبطال ونجوم كبار جدا، هي واحدة منهم بالتأكيد، واللي طالع أو اللي موجود كله أعمارهم صغيرة، جيل جديد. ده أكيد في ناس طبعا معروفة وناس خبرات وكل الكلام ده، لكن في ناس كتيرة قوي أول مرة يشاركوا في دورة أولمبية. فإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، الأيام اللي جاية من خلال رفع الأثقال، الطايرة، التنس الطاولة، كل الألعاب اللي احنا المفروض بنتابع مع حضراتكم دايما أخبارهم أول بأول، إن شاء الله رفع الأثقال يقدروا بكرة يحققوا ميدالية، خاصة إن زي ما قلت في ثلاث أبطال بطلين وبطلة بكرة إن شاء الله هيلعبوا مرشحين وبقوة لتحقيق ميداليات أولمبية للبعثة المصرية إن شاء الله غدا. كل الدعم والتوفيق، وحتى لو في ناس من كتر ما هم متعشمين فيكوا زيادة أو أنتم معليين سقف طموحاتهم بالزيادة فمعلش يعني نبقى بناخد ده، أنا بكلم اللعيبة هنا، نبقى بناخد ده بشكل إيجابي. وبالنسبة للناس على السوشيال ميديا يا جماعة الدعم، الدعم للبعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024. خلينا نتكلم عن جانب آخر بقى، فرق الطايرة داخل نادي الزمالك سواء الرجال أو السيدات، اللي الحقيقة الجماهير معلقة أمال كبيرة جدا 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 عليهم.
خصوصا بعد التدعيمات القوية اللي حصلت سواء من قبل طبعا الإدارة سواء في الرجال أو السيدات. والحقيقة مش بس فرق الطايرة، كل الفرق طول ما احنا يعني الواحد بيبقى ماشي في النادي بجد من الجيم للصلاة، يعني عايزة أقول استعداد من نار، استعداد من نار. ده غير اليد النهاردة عندك طلع اسكندرية رجال، بنات اليد بيلعبوا ماتشات ودية كل شوية كل سبت طبعا، السلة رجال في قطر من أجل خوض مباريات ودية مع الرياضي اللبناني، وفي مباراة شغالة دلوقتي، المباراة الأولى يمكن الزمالك تلقى هزيمة فيها، ولكن أنت بتتكلم عن الرياضي اللبناني من أتقل الفرق يعني. وأيضا الطائرة سيدات إن شاء الله الحد الجاي عندهم معسكر مغلق في صالة 6 أكتوبر، الرجال إن شاء الله أول مشوانكي يجي بعد بكرة تقريبا 8-9 هيدخل بيهم هو أيضا معسكر في اسكندرية. فإن شاء الله إن شاء الله تكون الاستعدادات على أعلى مستوى، وتكون موسم إن شاء الله مليء بالإنجازات والانتصارات على فرق أصالات وعلى كل ما هو زملكاوي، وإن شاء الله يكون موسم فيه مصالحة للجماهير الزملكاوية اللي أكيد زعلانة من الموسم اللي فات وحقهم، ودايما بيدعموا ودايما بيستحملوا فرقهم، ولكن إن شاء الله الموسم ده يكون موسم سعيد عليهم بالتأكيد. صفوف الفرقتين عشان بس بالنسبة للطايرة رجال يعني كلها مكتملة سواء على مستوى الرجال أو السيدات، في عناصر قوية جدا، في خبرات، في متوسط أعمار، في لاعبين شباب، وده غير الجهاز الفني سواء الرجال أو السيدات على اعلى مستوى بالتاكيد، سواء شوانكي وكابتن وليد عبد العال او سواء كابتن احمد فتحي وكابتن اكرامي هيكل وجهازه المعاون بالكامل والطبي والاداري. فكل الدعم والتوفيق ليهم باذن الله، ومن هنا بندعمهم يعني. وفي تقرير كده عن فريق طايره رجال وسيدات نادي الزمالك، ومنه لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا، استنونا. أيام قليلة وتنطلق منافسات دوري الكرة الطائرة للموسم الجديد، والذي تدخله فرق الزمالك سواء الرجال أو السيدات بطموحات كبيرة لاستعادة الألقاب والصعود لمنصات التتويج. وفي إطار استعدادات فريق طائرة سيدات الزمالك للموسم الجديد، والذي تقرر أن يبدأ يوم 18 من أكتوبر المقبل، يخوض الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة المدير الفني كابتن أحمد فتحي قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الثامن وحتى 22 من سبتمبر الجاري. وشهدت قائمة فتيات الذهب للموسم الجديد تدعيمات قوية بضم لاعبات سوبر، بجانب التجديد للاعبات الفريق الأساسيات والمحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا. أما على مستوى فريق الرجال فالاستعدادات مستمرة على قدم وساق تحت قيادة كابتن وليد عبد العال، انتظارا لوصول البرازيلي كارلوس شوانكي خلال أيام لقيادة الفريق. ويخوض فريق طائرة الزمالك تدريبات يومية منذ قرابة الشهرين، رغم أن الموسم الجديد سينطلق يوم 16 من نوفمبر المقبل، إلا أن الجهاز الفني فضل البدء مبكرا في فترة الإعداد من أجل مزيد من التركيز والالتزام لدى لاعب الفريق. ونفس الحال على مستوى الصفقات والتدعيمات، تم التجديد للقوام الأساسي والتعاقد مع لاعبين محترفين على أعلى مستوى، بجانب مدير فني يمتلك سيرة ذاتية مميزة. ومن المقرر أن يدخل فريق طائرة الزمالك معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية من 15 وحتى 28 من سبتمبر الجاري، والذي سيشهد تواجد المدرب الجديد والذي يدرس إقامة معسكر آخر قبل انطلاق البطولة. وتمتلك الكرة الطائرة الزملكاوية تاريخا كبيرا من الإنجازات، وهو ما جعل إدارة النادي تقدم كل ما تستطيع من تدعيمات واستعدادات لعودة الألقاب. We'll be right back.
هرنانديز اعداد في مركز اثنين وقويه قويه من هرنانديز. اعداد في مركز واحد من هيكل فاروق يا ولد في مركز سته بتركيبه حكوميه رائعه. سته فاروق يا ولد. بداية أخبار الكرة الطايرة مع الفريق الأول بنادي الزمالك، واللي رجع النهارده للتدريبات الجماعية، وده بعد الراحة السلبية اللي أخذها الفريق امبارح، وده استعدادا للموسم الجديد. زي ما قلت لحضراتكم الفريق هيدخل معسكر مغلق في الإسكندرية خلال الفترة من 15 وحتى 28 سبتمبر المقبل، تحت طبعا قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد. أما عن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد فتحي، قرر منح اللاعبات راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت اللي جايين، وده قبل الدخول في معسكر 6 أكتوبر. احنا عارفين طبعا أن الفريق هيدخل معسكر مغلق في مدينة 6 أكتوبر اللي جاي طبعا بداية من يوم الحد اللي جاي وحتى يوم 22 من نفس الشهر، ضمن خطة طبعا الاستعداد للموسم الجديد واللي هيبدأ يوم 18 أكتوبر المقبل بإذن الله. كل الدعم والتوفيق ليهم إن شاء الله. دي يمكن أهم وأبرز أخبار الكرة الطائرة. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة اليد. وديع يا عملها عملها سيبها الحسن وليد معاه الجديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ويحيى خلي لك كوره حلوه قوي شادي على الدايره ولكن ده العادي يعني من داوي بالتميز داوي نروح للفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك واللي سافر للاسكندريه النهارده، وده طبعا للدخول في معسكر مغلق ضمن استعدادات الكوماندوز لانطلاق الدوري وكاس العالم للانديه سوبر جلوب. فريق طبعا يد الزمالك بقياده الاسباني فرناندو باربيتو دلجادو هيلعب ماتشين وديين في معسكر الاسكندريه. زي ما عارفين طبعا فريق يد الزمالك كان لعب ماتش ودي مع منتخب الشباب مواليد 2004 يوم الاثنين اللي فات على صالة النادي، وفاز بنتيجة 32-27، وده ضمن سلسلة طبعا المباريات الودية اللي هيلعبها الفريق قبل انطلاق الدوري. نروح لفريق شباب يد الزمالك مواليد 2004 واللي انضم منه 5 لعيبة للقائمة النهائية لمنتخب الشباب اللي هتسافر لتونس يوم السبت اللي جاي، وعلشان طبعا تشارك في بطولة افريقيا للشباب واللي هتتلعب في الفترة من 9 ولحد 16 سبتمبر المقبل. الجهاز الفني لمنتخب شباب اليد بقيادة طبعا كابتن طارق محروس ضم خماسي فريق يد الزمالك اللي هم طبعا مواليد 2004، ضم يوسف ناجي، محمود مؤمن، محمود علي، محمد عبد الغني، وزياد حشاد للقائمة النهائية للمنتخب استعدادا للسفر إلى تونس. فريق شباب يد الزمالك لعب ماتش ودي النهاردة مع الطيران وفاز بنتيجة 35-25، وده ضمن الاستعدادات للدوري، وطبعا لسه عنده ماتشين وديين الأسبوع اللي جاي مع الجزيرة ومع البنك الأهلي. بيحاول كابتن طارق إن هو يبقى بيلاعب فرق الدرجة الأولى، لأن بالتأكيد دول يعني الصفوة عندك في مصر انك تبقى بتلعب فرق المحترفين كمنتخب شباب علشان يبقى اقصى او اقوى مستوى فني ممكن، فده شيء مهم جدا للمنافسة. كل الدعم طبعا والتوفيق ليهم والفوز بالبطولة الافريقية ان شاء الله. اما عن فريق سيدات يد الزمالك فخاض تدريبات بدنية قوية في الجام النهاردة، وده ضمن الاستعداد للموسم الجديد. الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك استقر على خوض مباراة ودية يوم السبت اللي جاي مع هوليدو على صالة النادي ضمن سلسلة المباريات الودية اللي بيلعبها الفريق استعدادا للموسم الجديد،
واللي هيبدا في شهر ديسمبر اللي جاي. الفريق كان لعب مع فريق الجزيره يوم السبت اللي فات وديا وفاز في المباراه اللي كانت على صاله النادي. كل الدعم والتوفيق طبعا لفرق اليد داخل نادي الزمالك. ودي يمكن اهم وابرز اخبار كره اليد. خلينا نروح لاهم وابرز اخبار كره السله. ثلاثيه ماكيني عندك في التسجيل اول باص نتيجه ثلاثيه. يا قلبي روح يا عمر روح يا عمر روح يا عمر هو ده الكلام روح يا عمر. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بيلعب دلوقتي مباراة ودية مع الرياضي اللبناني. المباراة بدأت الساعة 9:15 في نفس ميعاد المباراة السابقة. الزمالك كان لعب مباراة ودية مع نفس الفريق يوم الاثنين اللي فات وخسر بنتيجة 73-84. قائمة الزمالك بتضم كل من عمر هشام، معز أيمن، أحمد ياسر، عبد الوهاب، علي عمر، عمر عزب، مهاب ياسر، محمد يونس، آدم الحلواني، بهاء رمضان، أحمد إسماعيل، أحمد عزب، محمد أيمن، محمد إبراهيم، ميدو. طبعا عارفين أن الزمالك هيشارك في بطولة أيضا كأس السوبر الدولية الودية اللي هتقام في دمشق في واللي هتتلعب خلال الفترة من 20 لحد 27 سبتمبر المقبل كنوع من الاستعداد للموسم الجديد بإذن الله. طبعا المباراة شغالة دلوقتي كلنا عارفين. فريق الرياضي اللبناني واحد من أقوى الفرق على الإطلاق على مستوى طبعا الوطن العربي في كرة السلة، وده نوع من الاحتكاك يعني للاستعداد للدوري. ومفيش مشكلة ان يبقى بروح أقابل فرق قوية جدا حتى لو مش هيحالفني الحظ خلال المباراة أو مش هفوز بالمباراة، لكن أبقى احتكيت أو أخرج بالاستفادة الكاملة من المباراة وهو الاحتكاك القوي. فريق الرياضي اللبناني هو فريق قوي جدا جدا جدا، فمهم أنك تكون بتواجه فرق بهذه القوة علشان تستعد بشكل قوي للموسم الجديد بإذن الله. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار داخل نادي الزمالك. خلينا نروح لأهم أخبار بعثة مصر في البارالمبياد. إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال احتلت المركز السابع في منافسات وزن 41 كيلو جرام بدورة الألعاب البارالمبية. إيناس الجبالي احتلت المركز السابع بعد ما رفعت ثقل قدره 93 كيلو جرام في حين توجت الصينية زي كيو بالميدالية الذهبية بعد تحطمها الرقم البارالمبي بحملها ثقل قدره 119 كيلو جرام. وأحرزت لاعبة نيجيريا الميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب لاعبة البرازيل. كمان طه عادل أنهى مشاركته في منافسات وزن تحت 54 كيلو جرام في المركز السادس بعد ما رفع ثقل 171 كيلو جرام. أما عن منتخب مصر للبوتشيا فودع المنافسات من دور ربع النهائي في منافسات الزوجي المختلط بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الهزيمة أمام منتخب تايلاند النهاردة. الثنائي محمود نبوي وهناء علام كانوا تأهلوا لربع النهائي بعد الفوز على هونج كونج بعد فوز هونج كونج على البرازيل
بنتيجة 9-2 ليتأهل الثنائي المصري في المركز الثاني في عن المجموعة الثالثة، واللي كانوا حققوا الفوز على البرازيل بنتيجة 3-2. زي ما عارفين طبعا البوتشيا بتشارك لأول مرة في الألعاب البارالمبية، وإن شاء الله منتخبنا يكون ليه مستقبل مميز ويقدر ينافس هو بالقوة على الميداليات بإذن الله. على جانب آخر، الثلاثي في منتخب رفع الأثقال البارالمبي شريف عثمان ومحمد المنياوي ورحاب رضوان هيبدأوا بكرة إن شاء الله المنافسات بأولمبياد أو بارالمبياد باريس، واللي إن شاء الله هيكون دول يعني مرشحين للفوز بميداليات، وإن شاء الله إن شاء الله بكرة يكون في ميداليات بإذن الله مصرية إن شاء الله للبعثة المصرية عن طريق رفع الأثقال. شريف عثمان طبعا هيلعب في وزن 65 كيلو جرام، ومحمد المنياوي هيلعب في وزن 59 كيلو جرام، ورحاب رضوان في منافسات وزن 55 كيلو جرام. نروح لبطل رفع الأثقال البارالمبي الأردني عمر أرادة، اللي منح بلاده أول ميدالية ذهبية بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. عمر أرادة حقق ذهبية وزن 49 كيلو جرام بعد ما نجح في رفع 181 كيلو جرام ليحتل المركز الأول متفوقا على اللاعب التركي عبد الله كايا بينار اللي رفع 180 كيلو جرام، ولاعب فيتنام 171 كيلو جرام. بطل رفع الأثقال البارالمبي الأردني احتفظ بالميدالية الذهبية للدورة الثانية على التوالي بعد ما كان حقق طبعا ذهبية بارالمبياد طوكيو 2020. تعتبر دي رابع ميدالية بارالمبية للاعب عمر أرادة بعد ما حقق فضيتين في بكين 2008 وريو دي جانيرو 2016، وذهبية طبعا والذهبيتين اللي في طوكيو وباريس. طبعا التاريخ محترم وحافل يعني. نروح للبريطانية سارة ستوري بطلة سباق الدراجات اللي عززت رقمها القياسي كأنجح رياضية بريطانية في دورة الألعاب البارالمبية على مر التاريخ. سارة ستوري قدرت تحقق ذهبية سباق ضد الساعة للسيدات في بارالمبياد باريس 2024 عشان تحصد الميدالية الذهبية 18 في مسيرتها البارالمبية. الميدالية الذهبية اللي حققتها سارة ستوري النهاردة تعتبر رقم 13 ليها في رياضة الدراجات، وكمان فازت بخمس ميداليات ذهبية في السباحة. سارة عندها 46 سنة تفوقت على الرقم القياسي للسباح البريطاني مايكيني اللي حقق 16 ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية بدورة طوكيو. بطلة سباق الدراجات البريطانية رفعت رصيدها ل 29 ميدالية بارالمبية، منها 16 في السباحة في بارالمبياد ابتداء يعني من بارالمبياد برشلونة 1992 لحد دورة أثينا 2004، وبعدها اتجهت لرياضة الدراجات وأيضا مسيرة حافلة مع الدراجات. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول كالعادة أن الكل قصة بطل والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة الأسطورة البارالمبية في رفع الأثقال فاطمة عمر، بجد تاريخ مشرف. كنت سعيدة جدا 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 بتواجدها معايا في طبعا الحلقة اللي قبل اللي فاتت، وحاجة عظيمة جدا وحاجة مبهجة ومشرفة جدا. وبعدها بالتأكيد هنستقبل طبعا بناتنا وضيوفنا أبطال كرة اليد، ولكن بعد التقرير والفاصل انتظرونا. أيقونة الرياضة المصرية المرأة الحديدية حدوتة رفع الأثقال البارالمبية، كلها ألقاب أطلقوها على البطلة والربعة البارالمبية فاطمة عمر اللي رفعت علم مصر وكانت ضيف دايم على منصات التتويج القارية والعالمية والأولمبية. هي البطلة الذهبية اللي حققت 6 ميداليات بارالمبية، علشان كده استحقت إنها تكون بطلة قصتنا النهاردة في ملوك الصلاة. فاطمة عمر اللي اتولدت يوم 6 أكتوبر سنة 1973 واتصابت بشلل الأطفال وهي صغيرة، لكن ما استسلمتش وتحدت كل الظروف، وكان هدفها تكون أفضل رياضية في مصر، وكانت قد التحدي وابتدت مشوارها في رفع الأثقال سنة 1994 وقدرت تحقق أول ميدالية ذهبية في تاريخها، وفازت ببطولة الجمهورية بعد أيام قليلة من التدريب. الأسطورة زي ما بيسموها،
قدرت تكتب اسمها بحروف من ذهب في تاريخ البارالمبياد بعد ما حققت 6 ميداليات وبقت من عظماء رفع الأثقال خصوصاً والألعاب البارالمبية عموماً على مر العصور، وقدرت تحقق 6 ميداليات في 6 دورات أولمبية متتالية بداية من سيدني 2000 لحد طوكيو 2020، منها 4 ذهبيات في سيدني وأثينا وبكين ولندن، وفضيتين في ريو دي جانيرو وطوكيو في إنجاز تاريخي غير مسبوق. فاطمة عمر كان عندها حلم تشارك في بارالمبياد باريس 2024، لكن اتعرضت للإصابة وقررت في يناير اللي فات تكتب السطر الأخير في مشوارها مع لعبة الأوناش وتعتزل الرياضة اللي عشقتها من الطفولة. بطلة قصتنا النهاردة كمان كانت ضيف دايم على منصة التتويج الإفريقية والعالمية لمدة 31 سنة وقدرت تحقق إنجازات تاريخية، وحققت 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في بطولات العالم، ده غير بطولات إفريقيا والبطولات العربية والدولية، وهي كمان صاحبة الرقم القياسي العالمي والأولمبي، وتم اختيارها أكتر من مرة كأفضل لاعبة في رفع الأثقال على مستوى العالم، وخدت كمان وسام الجمهورية 3 مرات. اللجنة البارالمبية الدولية وجهت ليها الدعوة للتكريم في باريس 2024 بفضل إنجازاتها التاريخية في لعبة الأوناش. إنجازات وبطولات وميداليات تاريخية للأسطورة فاطمة عمر، أو أيقونة رفع الأثقال البارالمبية زي ما بيسموها. هتفضل شاهدة على تاريخ أعظم رياضية مصرية وبطلة ذهبية على مر العصور. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة. منورني ومشرفيني 2 النهاردة من الوافدين الجداد ليد الزمالك طبعا، والإضافة كبيرة جدا وواضح من خلال الماتشات الودية كل الناس يعني بتشكر في أدائهم وفي مستواهم. بصراحة فريق يد الزمالك دايما بتكلم عنه إن هم بجد بأقل الإمكانيات طول عمرهم فاهمين يعني ايه تيشيرت نادي الزمالك وقد ايه هم حابين تواجدهم مع بعض وحابين تواجدهم جوه نادي الزمالك. فريق محترم وقوي جدا، ولكن كان هناك بعض النواقص. تم طبعا اضافه بعض الصفقات ليهم علشان بجد الفريق ده يستاهل انه ان شاء الله ينافس على بطوله خلال الموسم ده. منورني ومشرفيني 2 من الوافدين لنادي الزمالك طبعا، منا الحناوي منوره الدنيا، منا سعيده بتواجدك معايا النهارده جدا. خليك. وكمان سلمى عبد الرازق منوره الدنيا سلمى. شكرا. انا مبسوطه انكم معايا النهارده، بقالي فتره ما استضفتش بنات وده شيء مأزمني جدا، فيعني النهارده انا سعيده بتواجدكم جدا بالتاكيد. طيب خليني ابدا معاكي يا منى، وقولي لي المفاوضات بدات معاكي ازاي وخدت وقت ولا لا، والدنيا مشيت معاكي ازاي؟ طبعا المفاوضات بدات مع بابايا نادي الزمالك، كابتن محمد الاحمر كان بيكلم بابايا، وبعد كده اتفقوا. طبعا كانت امتحان ثانويه عامه، فبابايا هو اللي كان بيتفق على كل حاجه. الدنيا الحمد لله كانت سهله، ومع النادي كمان 6 اكتوبر عشان البروتوكول اللي حصل. البروتوكول اللي حصل صحيح. تمام. بس وكل حاجه كانت يعني. انت منتخب مصر يا منى؟ 2004. 2004 منتخب 2004 بس 2005 يعني. ايوه انت كنت ثانويه عامه السنه دي؟ أوه. يا ساتر يا رب، ما عملتي ايه؟ الحمد لله ربنا وفقني. هتقولي لي في الفاصل. خلاص ماشي، انا هستنى اعرف في الفاصل، مش مشكله كله يعرف. طب جالك التنسيق ايه؟ كليه ايه؟ تجاره القاهره. طيب حلو. حلو الحمد لله. حلو. سلمى منوره، بيحكوا عنك قصص وحواديت كده، منوره الدنيا سلمى. قولي لي المفاوضات جت ازاي وخدت وقت ولا لا، مين ال
يعني عمل معاكي المفاوضات؟ كلميني اكتر عن الكواليس. يعني كنت في السنه فاتت كنت في الشمس فعادي خلص، فكابتن محمد الرحمه كلمني وكده، وكنت مستنياهم بس يكلموني، وبعديها قعدت مع كابتن حسن يوسي وكده واتفقنا. وكمان اللي شجعني يعني اجي ان كابتن عبد السلام اللي هو اللي ماسك، محمد عبد السلام يعني. فلما عرفت يعني قلت خلاص انا تمام وكده. بس اتدربت معاه قبل كده؟ كان ماسكني في الشمس شهرين كده ولا حاجه، فانا بحبه يعني. ايوه. فبس فوافقت على طول يعني. هو الحقيقه مدرب واعد جدا جدا، وعنده فكر وعنده طموح يعني ما شاء الله. فده شيء مهم جدا. طيب قولي لي، يعني كان في عروض تانية منه غير الزمالك؟ نادي سموحه. كنت هروح السيزون ده برضو، بس طبعا كان نادي الزمالك احسن بالنسبه لي عشان اقرب وكفيرست تيم وكده يعني، فالحمد لله. طيب حلو جدا. قولي لي يا سلمى، كان في عروض تانية غير الزمالك ولا؟ كان ممكن اكمل في الشمس، بس انا ساكنه في اكتوبه والشمس بقى فمش هو بعيد قوي، فكنت تعبت بصراحه. حسن حظنا انك ساكنه في اكتوبه او سموحه بقى، بس يعني انا تحت يعني حسيت بالنسبه لي صلاه استخاره بصراحه، وقلت زمالك يعني. بس منى انت فرود وايه؟ وينج ليفت وباك رايت. ايوه قالوا لي انك جوكر حركات يعني بنلعب في 6 7 مراكز. مفيش جون؟ ما بتساعديش في الجون؟ لا يعني جايه ان شاء الله. حلو حلو. طيب قولي لي، انت اصلا 2005 انت بتلعبي مع فريق 2006 ولا 2004؟ لا 2004. 2004. طيب انت في منتخب 2004 اللي هم دلوقتي خلاص بقيتوا درجه اولى. تمام. قولي لي يا سلمى مركزك ايه؟ وينجايت. انت شوله صح كده؟ يا سلام، مفتقدين للشول دول والله. ايوه قالوا لا بجد، ايوه بيفرقوا معانا قوي. طيب حلو. انت قولي لي بقى سلمى، انت اول تمرينه نزلتيها مع الزمالك، انت اكيد ليكي اصحاب من الزمالك. بس عندنا البنات سكر ودودين جدا ولطاف واصحاب كل الانديه وجمال بصراحه بنات الزمالك. فانت اكيد من قبل ما يجوا كان عندي صحاب وكده يعني، بس 3 مثلا كانوا صحابي. مين بقى؟ سهيله وساندي واللي هم جيل 2000 معظمهم كانوا صحابي يعني، بس دول اكتر 2 كانوا يعني اول ما رحت كده هم اللي احتووني كده. بس لا، ونوره كمان كانت صاحبتي في الاول، بس يعني بعد كده بقى الفئه بصراحه جمال قوي، فهم اخدوني وسطهم يعني. مفيش تمنتين كنت عارفه الفئه. انت مواليد 2000 وكام يا سلمى؟ انا 2001. 2001. بس يعني يعتبر جيل 2000 يعني. ايوه ايوه. طيب بس انتوا اتجمعتي منتخب او حاجه؟ في جيل 2000 يعني كنت بتجمع. أيوة على طول. أيوة. وكده مع المنتخب. فانسي اوريدي كنت عرفت 3 بس لما دخلت. يعني هم بصراحه الفئه جميله قوي، فانا يعني يومين بالظبط كنت مع الفئه كلها تمام يعني، وانا بحبهم بصراحه يعني. صحيح. طيب حلو. قولي لي يا منى، انت كان ليكي اصحاب في الفرقه من الاول ولا؟ اكيد 2004 كلهم، وفي ستيم برضو يعني من قبل اصلا ما يجي، واحنا عارفين بعض من منتخب فيرست تيم عامه. منتخب 2004 ومنتخب فيرست تيم بيبقوا عارفين بعض، فكان في ناس كتير قوي اعرفها يعني. طيب حلو. اول تمرينه ليكي بقى حسيتي ان انا غريبه شويه، انا حاسه اني في مكان غريب ولا لا ما حسيتيش؟ لا بس انا كنت يعني كنت خايفه عشان كان بقالي فتره عشان الامتحانات ثانويه عامه وكده، وكنت لسه راجعه. بس لا يعني كفرقه وكان انا اكون وسطهم، لا دي حاجه كنت شايلها مع عامه يعني كده. حلو. طيب قولي لي يا سلمى، اول يوم نزلتي فيه التمرين نسيتي ايه ده؟ ايه الغربه دي؟ هو انت قبل الشمس كنت بتلعبي فين؟ كنت لعبت سنه في الاهلي، وسنه قبلها في الجيزيه، وقبلها اكتوبر. قبلها كنت اكتوبر؟ يعني انا ناشئين. انا ناشئين اكتوبر، بس اول ما طلعت فيرست تيم رحت الجيزيه سنه، بعد كده الاهلي سنه، كده الشمس سنتين. بس لا يعني ما حسيتش بحاجه غريبه يعني، كنت حاسه ان انا خلاص بقى اتعودت على فئه جديده وكده. انت رحاله. فلا يعني لا، التمرينه كانت حلوه بصراحه، اول تمرينه وكده، وكان معظمها لعب كمان، فقعدنا نلعب بقى وكده. ف يعني صحيح اتصاحبنا على بعض في الاول. حلو قوي. قولي لي يا منى، بداتي كره يد عندك كام سنه تقريبا؟ من وانا صغيره قوي، بس يعني اظن 11 حاجه في الرينج ده يعني. ايوه. اشمعنى اليد؟ اختي مواليد 2000 قد سلمى، هي كانت فرقه سلمى، هي كانت بتلعب هاند بول. اوكي. هي كانت بتلعب هاند بول، فانا لما دخلت هاند بول على طول يعني، من غير ما افكر يعني. ما فكرتيش، هو على طول على الهاند بول. ايوه. حلو حلو. وفرود خلاص، انا متخيله انه فرود. ليه؟ لان التكوين الجسماني يدي فرود. ايوه بس انا والله انا بعرفه. عندي بنت اخويا، بنت محمد.
اول ما تشوفيها تحسيها فرويد، ما اعرفش شفتيها قبل كده في التدريب ولا هي قد كده. هي فرويد، هبقى اجيبها لكم مره، شكلها فرويد ما تديش يعني لازم. سلمى قولي لي، بداتي كره يد 7-8 سنين كده تقريبا. كنت انت اول ما بداتي في اكتوبر. بس كنت عادي يعني، كنا قاعدين من قدام الملعب اللي هو كانوا بيجمعوا فئه، اللعبه الحلوه دي كانوا بيجمعوا فئه، فدخلت يعني، مامتي قالت لي خشي فدخلت. ما تفهميش اللي بيلعبوا هاندبول البنات بالذات ليه بيحبوها وبيختاروها. لعبه عنيفه جدا جدا يعني، عندي اصابات مكمله معايا لحد دلوقتي، اقول لكم عليها بعدين بقى عشان انا ببان ان انا زي الفل. لا بس الحقيقه ان الهاندبول هي ممتعة خلاص، انت مجرد ما بتدخلي في اجواءها انت تحسي انه انا ما اعرفش العب لعبة تانية. دي حقيقة. صحيح. طيب قولوا لي، يعني اول ما بدأتي وبدأتي بقى تشاركي في البطولات وكل الحاجات دي، الدنيا كانت عاملة ازاي؟ حققتي بطولات؟ حققتي مراكز معينة؟ يعني احكي لي. يعني ممكن اقول مثلا مع الفرقة خدنا كاس عالمي، خدنا كاس مصر مره، ده مع فرقتي اكتوبر 2004. منتخب طبعا اخدنا افريقيا الاولانيه بتاعه ناشئين، وتاني افريقيا اخدنا تاني، واخدنا سابع عالم، وفي كاس عالم مدارس كانت اتعملت، دي كانت اول بطوله نطلعها يعني، اخدنا فيها تاني. بس يعني دي البطولات. ايه ده تاريخ. انت عندك تاريخ. ما شاء الله بطولات يعني. حلو حلو. طب يا سلمى قولي لي انت، البطولات اللي حققتيها، البطولات اللي شاركتي فيها، البطولات الاقرب لقلبك؟ بطوله افريقيا مع المنتخب 2000 يعني، دي تعتبر كانت احلى بطوله يعني بصراحه. بس يعني تقريبا برضه لعبنا كاس عالم بس ما حققناش فيه حاجه، كده ما كانش فيه منتخب بقى، وانا مع النادي يعني ما حققتش يعتبر يعني. بس قولي لي، مين اول حد شافك يا سلمى وقال لك انت هتبقي؟ اول حد شافني اول مدرب يعني وقال لك لا بصي اصل الشول بيخطفوهم ده كده هو كده. لا يعني في النادي كان كابتن احمد مصطفى، يعني هو يعتبر اول واحد مرني يعني. بس في المنتخب بقى كان كابتن محمد دعبس، هو في الزمالك. طبعا. بس فهو ده بصراحه يعني هو اول مدرب اللي هو اكتشفني في المنتخب يعني، هو اللي دخلني الحته دي. بس انا بحبه قوي يعني بصراحه يعني في حته. السنه اللي فاتت مع الشمس كانت الدنيا ماشيه معاكي ازاي؟ لا كانت حلوه يعني، كنت سنه حلوه بصراحه، انا مبسوطه بالسنه دي. ما حققناش فيها يعني، ما خدناش بطوله او كده، بس لا يعني سنه كانت كويسه، وانا كسلمى كنت كويسه يعني في السنه دي. الحمد اول لله. مره السنه دي الزمالك يفاوضك ولا اتعرض عليك يعني؟ لا كلمني من سنتين، بس وقتها انا قلت لا يعني بصراحه. ليه يعني؟ ليه قلت لا؟ كنت وقتها شايفه ان الشمس احسن يعني، كان بالنسبه لي الاوبشن احلى يعني. لا هو مفيش احلى من الزمالك، اعترض وبقوه، مفيش احلى من الزمالك. ما دلوقتي انا قلت خلاص. طيب ماشي جدع. قولي لي يا منى، اتعرض عليكي الزمالك قبل كده؟ بقى لنا 3 سنين اصلا بنحاول مع النادي، بس الحمد لله السيزون ده الدنيا كانت اسهل. خدت بقى من الاجابه وقالت لك على 3 سنين بنحاول. لا بجد احنا بقى لنا 3 سنين يعني بحاول ان انا اروح الزمالك، بس الدنيا ما كانتش ماشيه احسن حاجه، بس الحمد لله يعني مجلس اداره السنه دي مع نادي الزمالك الدنيا كانت احسن وكده، وكانت اسهل بكتير، فالسيزون ده يعني الدنيا كانت ماشيه يعني. طيب حلو جدا، الحمد لله يا رب تمشي على طول باذن الله. كنتوا بتلعبوا، ويمكن في لقطات يا شباب لو توجهوها لنا بس على الشاشه دي عشان هم يبقوا شايفين وانا بتكلم معاهم بس. كان في مباراه وديه مع الجزيره، هتجي لنا دلوقتي، عندنا شويه شاشات ايه كل حاجه هيجيبوا لنا دلوقتي على الشاشه دي. لما لعبتوا الجزيره اول ماتش بقى، ده كان تاني ماتش انتوا لعبتوا منتخب مع المنتخب قبل كده. اول ماتش بقى لعبتيه مع اهو جابوا لكم، شفتي الشاشه دي عشان تتفرجي. اول ماتش لعبتيه مع النادي يا سلمى، قولي لي الدنيا كانت عامله ازاي؟ اصل التمرين حاجه ولما بنيجي بقى نلعب الماتشات ونبقى وصلنا للكيمستري اللي تبقى بيننا وبين بعض دي، ونعرف امتى هيسقطوا لك الكوره وامتى هيديك في الريد درايف. قولي لي الدنيا مشيت معاكم ازاي في الماتش ده؟ هنا هي اللي كانت بتلعب جنبي في اول ماتش، ويعني اكتشفنا ان احنا فاهمين بعض قوي، ولعبنا شبه بعض كمان. ولعبنا جنب بعض حلو قوي، حتى بعد الماتش انا وهي قعدنا نتكلم اللي هو ايه ده، احنا فاهمين بعض، احنا عارفين نلعب جنب بعض. وانا قبل الماتش اساسا كنت متحمسه قوي اللي هو العب مع الفئه وكده، واللي هو كنت عايزه العب مع الفئه يعني، كنت حاسه ان انا دي حاجه حلوه يعني، فكنت مبسوطه يعني. طبعا.
هو انت اصلا وهنا زي ما بقول لك انتوا كمان شبه بعض ونفس التكوين الجسماني، وانا أيوة انا لسه ما جيتش اتفرجت على ماتش بس هاجي ان شاء الله، نفس التكوين الجسماني ونفس الشكل ونفس تقريبا اللي هو بيبقى فيه مرونه كده في التحركات والاختراقات والحركات دي، فبالتالي هتبقوا نفس ستايل اللعب. احنا اتفاجئنا يعني احنا اتفاجئنا. حلو حلو حلو. طب على الدايره بقى كنت عامله ايه؟ الدنيا كانت عامله معاكي ايمن؟ هي طبعا عشان كان اول ماتش اللي هو ما بيننا ان احنا نكون رابطين الدنيا مع بعض انا والهافات، يعني انا وساندي مثلا انا ونوره وكده. كان لازم نبقى اللي هو لاعبين كذا ماتش مع بعض، بس احنا من اول ماتش يعني نزلنا كانت الدنيا كانت ماشيه يعني كانت كويسه. بس الدنيا كانت مظبوطه. حسيتوا يعني ان الدنيا اتطورت؟ يعني خليني اسالك السؤال وبعدين اساله لسلمى. حسيتي الدنيا اتطورت من ماتش انت لعبتوا ماتشين لحد دلوقتي؟ حسيتي ان الدنيا اتطورت من ماتش المنتخب وبعد كده ماتش الجزيره؟ حاسه التفاهم بيزيد؟ طبعا، عشان يعني مثلا احنا بعد الماتش الكابتن بيقول لنا كان في 1 2 3 لازم نشتغل عليه، فبيبقى الاسبوع يعني ما بين الماتش والماتش بنتمرن على الحاجه اللي احنا يعني كان فيها دروب في وكان انسجام بينك وبين اللعيبه، حاسه انه بيزيد. ده كده كده. يعني حاسه ماتش منتخب بالظبط والماتش بتاع السبت الجاي اللي هو هيبقى تالت ماتش، حاسه ان الدنيا هتبقى احسن وهنبقى فاهمين بعض اكتر يعني. ايوه. انتوا اصلا كسبتوا الجزيره فرق كام سنه؟ تقريبا 10 او حاجه. 10 تقريبا. حلو حلو. طب والمنتخب عملتوا ايه؟ لا خسرنا بقى فرق 8 9 10 حاجه كده مش فاكره. اوكي. بس منتخب بقى ده كله وانتوا كانوا اكيد واخدين منكم لعيبه الزمالك. وكمان احنا يعني هم جاهزين قوي يعني، هم خلاص هم عندهم بطولة قريب افريقيا صح؟ افريقيا، فهم جاهزين، احنا لسه على الهادي، احنا بنتمرن 5 ايام 3 ايام جيم يومين هاندبول كده يعني، فالدنيا معانا لسه مريحة شوية يعني. لا وهم منتخب مصر متجمعين كلهم مع بعض وواخدين منكم كمان بتوع الزمالك الدوليين، فده طبعا في كم حد في المنتخب دلوقتي؟ اربعة، بسمة ومايم عمر وسهيلة صراحة يمنى بس متوقع لكم انتوا كمان ان شاء الله تبقوا في المنتخب ان شاء الله. صحيح. طيب قولوا لي يعني لما بقى منا بداتي ان انت تلعبي وتشاركي في الماتشات وكل الحاجات دي، حاسه الروح عامله ازاي؟ يعني اللي هو روح لا احنا لازم نخطف بطوله الموسم ده. انا عارفه الدنيا صعبه. لا هم من اول يوم اصلا بيروحوا هم كلهم عمالين يقولوا يا جماعه عايزين السيزون ده ناخد حاجه، يا كاس يا دوري الاثنين يا جماعه. هم من اول تمرينه هم الموضوع اصلا شاغل دماغهم قوي، كمان عشان الجدول كمان نزل بتاع الماتشات وكده، فالموضوع بقى انتوا هتلعبوا كل الفرق مش مجموعتين؟ لا هنلعب كمان في احنا 8 فوق بس. الثمانيه اللي فوق هتلعبوا بعض؟ هنلعب بعض رايح جاي. انتوا عندكم تاني ماتش الاهلي؟ عادي ما بيهمنيش. لا عادي. اسد. لا بس الحقيقه ان انا دايما يعني هنا في الحلقات انا دايما بقول ان انا بجد ببقى فخوره ببنات اليد، لان هم بجد في السنين اللي يمكن هم قعدوا من 2009 ل 2020 احنا ما عندناش فريق درجه اولى بنات. ولما حتى رجع بصراحه هم وجهزهم الفني وقتها وكل حاجه يعني يمكن كان معاهم كابتن قاسم في الاول بصراحه. مدرب محترم وكبير جدا. بدأوا من الصفر. أيوة. وكان كل الفرق بقى فيها كل المواليد ميكس، وهم دول 2000 سن واحد سنك 2000 وحاولوا وكانوا بيعافروا. أيوة. ما كانش بقى في صفقات بتيجي ولا في امكانيات بتتوفر ولا اي حاجه. أيوة. وبصراحه كانوا بيعافروا بيعافروا يعني. الفرقه حلوه قوي يعني، يستاهلوا ان هم ياخدوا بطوله بصراحه السنه يعني. عارفه فكره انك بس تديهم تدعيم ولا 2 ولا 3 السنه دي، وانتوا تقريبا كان في 5 تدعيمات يعني. ايوه. ان يبقى في التدعيمات دي ويتساند معاهم بس، لان هم فرقه بجد محترمه وتقيله وكل الكلام ده، هم يستاهلوا عشان هم بيعافروا بس. دي حقيقه. يعني بتوع الهاندبول دول يد بس بنات، ساعه ما اتخلقوا في النادي ده بيعافروا. فالحقيقه ان انا محبوب قوي، هم بالنسبه لي حاله خاصه يعني. ايوه ناخد السنه دي ان شاء الله. طيب قولي لي يا سلمى برضو نفس الموضوع، انت حاسه ان الروح المتواجده سواء بقى من اللعيبه من الجهاز الفني، حاسه الاجواء عامله ازاي؟ بصراحه يعني دايما في حماس، بحس ان دايما في التمارين مثلا كنا في الجيم بقى في الصاله دايما في حماس، كله مركز مع كله، اللي هو لو حد عمل حاجه غلط تلاقيه ده بيقول له اللي هو لا نركز في الحته دي يعني. حتى بيحصل معايا مع كل اللعيبه، انا لو لقيت حد جنبي مثلا بيعمل حاجه غلط اقول له لا اعمل كذا كده كلنا يعني. حتى اللي هو يعني فعلا حاسه ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه يعني، ان شاء الله ناخد بطوله السنه دي فعلا. صحيح. انا مستمتعه بيكم جدا، لانه انا زي ما قلت لكم انا بحب بنات اليد جدا جدا،
وبحب اكيد اللي يجي عليهم من بره، بس ببقى مبسوطه لما اللي يجي عليهم من بره يبقى شبههم. هم طيبين ومؤدبين كده ولطاف وهادين، فان اللي يجي عليهم من بره يبقى شبههم ده بيبسطني قوي، وانتوا فعلا شبههم قوي. ولادنا بقى خلاص. ماشي، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، استنونا. لسه مكملين مع حضراتكم ومع بقى طبعا الوافدين الجداد لنادي الزمالك في كرة اليد، منا الحناوي وسلمى عبد الرازق. منا، فترة الإعداد وما أدراك ما فترة الإعداد، قولي لي الدنيا عاملة معاكم إزاي؟ شوفكم بتروحوا الجيم وستوريز وبتاع مدرب الأحمال بتاعنا كابتن بروسلي، بننزل الجيم يوم هاندبول ويوم بننزل بدني عشان طبعا نرجع البدني بتاعنا عشان التوقف اللي هو حصل بتاع السيزون ما بين السيزون والسيزون. بس والدنيا يعني ماشيه تمام دلوقتي، عمالين يعني نزيد بالحمل وكده عشان نرجع احسن. بتحبي فتره الاعداد؟ بحبها قوي. كلنا بنحبها صح؟ بس بجد لما بتبني كويس قوي في الفتره دي، ايوه، بتخليكي تتحللي بقى ضغط الموسم يعني. ايوه دي حقيقه. صحيح. سلمى، فتره الاعداد عامله معاكي ايه؟ لا عادي يعني، بالنسبه لي ممله. بس انت من الناس اللي شكلك بتحبي البدن. يعني عادي يعني، بعرفهم والله. والله بعرفهم وباينين كده. بس بزهق. الجري بيحبوا البدن. انا كمان بحب الجري. بجد؟ بس بزهق يعني، بزهق، بحب عايزه العب ماتشات يعني، عايزه أيوة طبعا. يلا بقى نلعب ماتشات كده. صحيح. بس شايفه البدني عامل ازاي؟ انتوا لعيبه ليكوا خبره وليكوا سنين في الملاعب. الهاندبول عامه بتبقى فوت ورك، يعني طبعا اللي جاهز بدنيا هو هيعرف يلعب هاندبول احسن وهيكمل لحد الاخر. صحيح. قولي لي يا سلمى، يعني انت لفتي ما شاء الله على انديه كتير، فتره الاعداد شايفاها عامله ازاي؟ شايفه الاجواء فيها عامله ازاي؟ لا بصراحه تؤهلك انك تنافس وتستحمل ضغط المباريات، ولا الدنيا عامله معاكم؟ بصراحه السنه دي كفتره اعداد يعني، لا هي مختلفه عن كل السنين اللي فاتت بالنسبه لي. معانا كابتن بوسي بصراحه، هو فاهم ماشي بنظام، وهو كابتن عبد السلام حاطين سيستم يعني وكده حلو بصراحه، هم مرتبين مع بعض كل حاجه، فاللي هو يعني في زي بروجرام كامل ماشيين عليه، فلا يعني مش بنشتغل كده وخلاص يعني، ودايما اللي هو بنحس ان احنا اعلى. حتى اللي هو دلوقتي مثلا بقينا ناخد تمارين صعبه الفئه قادره تعملها، هي تعبانه بس قاديين يكملوها للاخر. بدا يبان بقى في الماتشات ان احنا مثلا واقفين على رجلنا كده يعني، فلا يعني بصراحه السنه دي فتره الاعداد كويسه قوي بصراحه. هو ده اللي بتكلم فيه، انك بتحس بنفسك في الماتشات يعني. أيوة بتحس بالزبط. انت واقف على رجلك لحد الدقيقه كام في الشوط الثاني. أيوة هي دي بتفرق. انتوا حاسينها ازاي يعني؟ حاسه ان الدنيا عامله معاكي؟ انت بقالك قد ايه بتدربي منا؟ ولا انت سلمى بدات الاول صح كده؟ بقالك قد ايه منا بتدربي معاهم؟ مع الفرقه بقالي اسبوعين. اسبوعين بس. قبل كده كنت بادئه البدني مع الكوره؟ كنت بادئه قبل ما ارجع يعني، عامه قبل ما اجي الزمالك كنت بادئه، لازم بعد ما خلصت امتحانات على طول نزلت عشان الحق اجي الفرقه وكده. صحيح. بتحسي انك واقفه على رجلك يعني ماتش عن التاني؟ بتحسي لا كل ماتش بتحسي انك اعلى من الماتش اللي قبله عشان تبقي احسن وكده. صحيح. يعني في ماتش تحس ان انا بعمل الشوط الاول بالعافيه. هي. وفي ماتش لا بوصل لنص الشوط التاني، لحد ما بنوصل مع الوقت وفتره التوقف الثانيه اللي هتبقى ساعه افريقيا كمان. أيوه. هتحسوا ان انتوا مع الوقت يعني خلاص، لا انا بكمل ال 60 دقيقه. انتوا اقرب اول ماتش امتى؟ انت اكيد فاكره اكتر مني. في الدوري يعني 21/12 ده اول ماتش. اول ماتش في الدوري. مع ان الهاندبول رجال هيبداوا. لا احنا 20/9 هنبدا بعد افريقيا بتاعت السيدات. اخروها قوي. 21/12 مع الظهور. ده هم كانوا عايزين، وتاني مباراه الاهلي، ده هم كانوا عايزين الاول انكم تبداوا في نص 8 لو تفتكروا. كانوا عايزين يعملوها 16/8 كده ويلعبوا كام ماتش وبعد، او الدور الاول وبعدين نلعب شهر. انا شايفه ان ده كان احسن متهيألي. ولا لا ما كانش الفرق جاهزه لسه، ما كناش جاهزين. يعني ما كانتش لسه الفرقه كملت، ما اتمرناش كتير مع بعض كده، فكان اللي هو ممكن تخسر ماتشين ولا حاجه. ربنا معاكم، كنتوا مكملين ل 21/12. بس كابتن محمد اكيد بيحاول، محمد عبد السلام بيحاول يكسر الروتين ده. دي حقيقة. بالماتشات الوديه بصراحه. هو بيحاول يثبت يا منى الماتشات الوديه لحد. يعني بنحاول نخليها كل سبت نلعب ماتشات وديه. السبت الجاي مين؟ هليوبلس. هليليدو. 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 اوكي حلو. حاسين انه لا يعني الماتشات دي بتخفف من عليكم ان الدنيا تبقى فيها ملل؟ خلينا طول الاسبوع عايزين نتمرن عشان بقى الماتش الجاي، وكل اسبوع كده يعني عايزين نتمرن عشان نلعب الماتش اللي بعده كده.
كابتن محمد يا سلمى والجهاز الفني لما بيتكلموا معاكوا بيتكلموا معاكوا انه طموحاتهم ايه، او بيتكلموا معاكوا ازاي عن طموحاتهم للموسم الجديد وطموحاتكم انتوا كمان وكده؟ احنا دايما كلنا بنتكلم ان احنا عايزين نحقق حاجه السنه دي، يعني نحقق بطوله او ناخد البطولتين كمان يعني. ودايما مثلا كابتن محمد بيتكلم معانا لو قبل الماتش، انا عايز منكم مثلا الماتش ده تعملوا 1 2 3، فاحنا بنبقى نازلين عارفين ان يعني المفروض نعمل كده في الماتش ده النهارده، فبعد الماتش اللي هو انتوا عملتوا ده ما عملتوش ده كده، فبنبدا بقى اللي هو يعني بنشتغلوا عليه طول الاسبوع بقى نشوف اللي هو احنا مثلا انا النهارده مثلا غلطت، انا كسلمى مثلا غلطت في كذا، فانا بحاول اشتغل عليه باقي الاسبوع. كل لعيب بقى بيفكر بنفس الطريقه اللي هو احنا النهارده مثلا غلطنا في كذا، فلا انا هشتغل عليه عشان الماتش الجاي ما اعملش الحركه دي. كل الكلام ده صحيح. بس منى قولي لي، اكيد في وسط الاعداد والجيم، يوم جيم ويوم تمرين وكده، اكيد في مواقف كده بتحصل، مواقف ضحك بقى وتهريج. بصي بصيتوا لبعض ازاي تهريج مواقف ضحك بقى وتهريج وحاجات جميله بتهون عليكم يعني المعاناه بتاعت فتره الاعداد. قولي لي قولي لي ايه المواقف اللي حاصله معاكي لحد دلوقتي ومع مين؟ يعني ممكن مثلا احنا ساعات بنسخن، بنلعب فولي، يعني بنلعب لعبه مش لعبتنا قبل التمرين. فدي الصراحه بيحصل فيها حاجات كتير قوي، مش لازم اقول محترفين بقى محترفين شغل محترفين محترفين فولي يعني. بخسر الفئه اللي انا فيها بتخسر لازم لازم. ايه ده حلو ده. اوكي هبقى اجي اسخن معاكم فولي. قولي لي وايه المواقف الثانيه اللي بتحصل مثلا معاكم؟ قولي لي يا سلمى. يعني في الجيم يعني ممكن بيبقى في نهزر شويه او كده. بشوف والله بشوف الستوريز، بحس ان انتوا يعني لا يعني في اجواء حاصله وقت الجيم ده وضحك يعني. التمرين بقى لا يعني اي مثلا ممكن يكونوا بيعملوا ديد ليفت بسلمى مثلا. يا اشتغلوا بقى سكوات مثلا، ده هزار بتاعنا. وزنك كام تقريبا يا سلمى؟ يعني 54 مثلا. ايوه حسيت والله حسيت نفس وزني بالظبط، حافظه قوي نفس وزني بالظبط ووزنك. لا وبعدين لازم تحاولي تخسي يا سلمى، حاولي تحاولي تشتغلي على نفسي يا عمتي. انا ومنى بجد حاولي شوفي ايه النظام اللي احنا ماشيين عليه عشان تبقي زينا. بحاول باكل بالليل سلطات بس. حاولي حاولي انا ومنى هنقعد معاكي بعد الحلقه نقول لك ايه النظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه عشان تمشي عليه. ارجوكي بقى عايزه اعمل سيزون حلو بصراحه، حافظي على وزننا بقى. لا بجد انا سعيده بتواجدكم معايا جدا، وسعيده بتواجدكم في الفريق، وبتمنى لكم ان شاء الله ان شاء الله ان السيزون ده يكون موسم يعني مليء بالانجازات والروح الحلوه اللي ما بينكم. حاسين الروح حلوه ما بينكم في الفرقه يعني؟ احنا بنحب الفرقه قوي يعني بجد. حلو انا بحبهم يعني. ايوه طبعا. ومنى لا بجد بتقول لك قولي انت كمان هتلفوا اغنيه ايه بقى الفتره اللي جايه. لا بجد بيبان الروح الحلوه ما بينكم باينه، وده صدقوني لما النوايا بتبقى كويسه والروح ما بينكم حلوه، بلس بقى ان احنا عاملين اللي علينا كبدني وفني وكل الحاجات دي، صدقوني ده بيفرق بشكل كبير. لان القصه مش ان انا يبقى بدنيا وفنيا وانا جاهز وعلى اعلى مستوى وطحنين نفسنا، لا طول ما النوايا كمان وتعاملاتكم مع بعض حلوه الدنيا بتروح في حته تانية بقى، تبقى احسن كتير. انا سعيده تواجدكم معايا النهارده. واخيرا يا منى عايزه اسالك طموحاتك ايه ومع نادي الزمالك، وتقولي ايه لجماهير الزمالك؟ طموحاتي ان احنا ان شاء الله السيزون ده يعني ناخد كاس ودوري ان شاء الله باذن الله يعني. واقول ايه لجمهور الزمالك ان هم طبعا يشجعوا الفرقه ويفضلوا بيبعتوا لك على السوشيال ميديا. اول ما البوست بتاعي نزل فكله بعت لي يعني وكده. ايوه ده كده كده الصراحه الموضوع بيفرق قوي لما بيكون كذا حد بيبعت اللي هو مبسوطين انك جيتي ونورتي وكده، فبجد ان هم يكملوا على ده مع الفرقه كلها، دي حاجه كده هتفرق مع الفرقه عامه. طبعا هو ده جمهور الزمالك دايما. أيوة. مش بس الفرق اللي بتستقبل اللعيبه الجداد، الحقيقه ان الجمهور كمان بيستقبل اللعيبه بشكل جميل جدا. عمري ما كان في عندنا وافد جديد وجي قعد مكانكم كده وسالته جمهور الزمالك بعت لكم وقال لي لا. أيوة. يعني دايما تلاقيهم يقول لك وبعت لي على السوشيال ميديا وقال لي انا مبسوط انك جيت والحاجات دي، فبتبقى فعلا. أيوة. لطيفه. طيب يا سلمى قولي لي بقى، حابه تقولي ايه لجماهير الزمالك؟ يعني يشجعوني بيشجعنا في الماتشات بقى وكده ان شاء الله. عارفه كل ما هتوصلوا وتكسبوا وتوصلوا لمرحله اكتر، عايزه اقول لك لو وصلتوا النهائي وحاجات شبه كده هتلاقيهم بيجوا وبيدعموكوا، عملوا كده مع الفولي بنات. ايوه كانوا بجد البطوله الافريقيه صعبه جدا وفي قلب النادي. أيوة. الاهلي بينزلهم بيشجعوهم وبجد طبعا البنات عملوا اللي عليهم هم وكابتن احمد فتحي، بس بجد بعد ربنا لولا تشجيع الجمهور ده
بجد فرق بشكل كبير انهم ياخدوا البطوله من قلب الاهلي. في جامد ان الجماهير يجوا يشجعوا فوق ما تتخيلوا. دي حقيقة. فهو سؤال اخير فارق معايا قوي، هو انت مثلك الاعلى مين؟ الهاندبول يعني كابتن احمد الاحمر اكيد. طب في الفيرويد مركز دايما فرد ممدوح حاتم. اوكي. وانت من مصر يعني بحب سند يعني. طبعا ده يعني ما شاء الله في الوينج رايت ايه يعني ربنا يحميه. وفي بره مصر لا ما بتابعش قوي بس انت مركزه انه سند بس يعني صح كده اخترتي وينج رايت عظيم يعني. عندنا اكرم في الزمالك حاجه عظيمه يعني. منورني نورتوني وشرفتوني وكنت سعيده بتواجدكم وكل الدعم والتوفيق ليكم، والمره اللي جايه نبقى متجمعين هنا بقى واحنا يعني تورته بقى وكاس وحركات بعمل وكهارب بعمل هنا اجواء انا والقناه يعني. حبايبي بيساندوني دايما في الاحتفالات دي، نورتوني. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه، اشوف حضراتكم وحلقه جديده ان شاء الله في نفس الميعاد. سلام عليكم.